بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. وصلنا بحمد الله وعونه إلى الفقرة 84 بعنوان عمر ابن عبد العزيز. ولد بالمدينة المنورة وشب فيها وولي إمارتها. خلي بالك بقى لحسن، ممكن تشغل الفهامة أكتر من اللازم تقوم الفهامة توقعك. أنت هتشوف أن كلمة ولي ديت مبني للمجهول، معاك حق. أيوة بس مين اللي ولي؟ عمر بن عبد العزيز ولي هو إمارتها، يعني إمارتها دي مفعول به مش نائب فاعل. إزاي يا أستاذ؟ ده كده هيبقى كده كلمة ولا بتنصب مفعولين. آه عادي، المشكلة ولا الخليفة عمرا الكوفة، ولا الخليفة. الخليفة مش اسمه عمرو، لو كانت تولى الخليفة كنت قلت عمرو، قلت ولى الخليفة عمرا، يعني الخليفة ولى واحد اسمه عمرو، ولاه الكوفة. الكوفة تبقى ايه بقى؟ مفعول به تاني، فانتبه للنقطة دي. فولي إمارتها مفعول به عادي، انت قول بالبلد كده. مين اللي ولي؟ هو ده نائب الفاعل. مين اللي ولي؟ مش إمارتها يا جماعة، لا غلط غلط. اللي ولي عمر، يبقى عمر نائب فاعل، ضمير مستتر يعود على عمر، وإمارتها طبعا تبقى مفعول به، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. في عهد الوليد بن عبد الملك ثم أصبح وزيرا في عهد سليمان بن عبد الملك وتولى الخلافة بعده، اشتهر بالزهد والعدل، معطوف عادي مجرور علامة جره الكسرة، حتى لقب بخامس الخلفاء الراشدين. عادي هنا الخلفاء هتبقى مضاف اليه عادي، خامس الخلفاء يعني تعتبر، لو حتى هتعملوا تمييز مجرور بالاضافه ما فيش مشكله، لكن العدد لما بيجي على وزن فاعل بيجر اللي بعده بالاضافه عادي. يبقى خامس الخلفاء الراشدين، نعت، نعت ماله بقى؟ مجرور وعلامه جره الياء. وكانت مده خلافته صغيره، خلي بالك مده دي اسم كان، وخلافه ديت مضاف اليه، صغيره دي خبر كان منصوب علامه نصبه الفتحه، لم تتجاوز سنتين ونصف، وتوفي مسموما مضارعا مجزوما مع بيان السبب. لم تتجاوز، اهو لم تتجاوز فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، مصدر لفعل رباعي. ها مصدر لفعل رباعي، تعال نشوف كده. ولي امارتها اصبح وزيرا، اشتهر بالزهد والعدل والاصلاح. اي كلمه الاصلاح مصدر لفعل رباعي من اصلح، يبقى أصلح إصلاحا، زي إنتاج، تحسين الإنتاج في جملتنا المشهورة. بقول لي فعله أصلح، ما تقوليش صلح بقى، حرام عليك، اوعى على حسنت كده أنت بتفسد درجتك يعني. بقول لي حالا وبين نوعها، ها وشب فيها في عهد الوليد أصبح وزيرا، لا ده خبر أصبح، بعدة أشهر اشتهر بالزهد، ها حتى لقب، وكانت مدة خلافة لم تتجاوز، وتوفي مسموما. مسموما حال منصوب علامة نصب الفتحة ونوع مفرد طبعا. تربى يتيما، كانت في الفقرة اللي قبل اللي فاتت، ودي توفي، كيف توفي؟ مسموما. ما هو الحال نكرة تصف معرفة يسأل عنها بكيف، مشتقة يجوز الاستغناء عنها، كل ده محقق في كلمة مسموما. بقولي أحببت أبي كل الحب، تعال بقى نفتكر الحتة بتاعت إيه؟ سؤال أربعة لسه، معلش سؤال أربعة. سؤال أربعة بيقولي فعلا مبنيا للمجهول، ها ولد بالمدينة المنورة، ولي، الاثنين دولت أفعال مبنية للإيه؟ للمجهول. أحببت أبي كل الحب، كل هنا نائب عن المفعول المطلق، احنا قلنا كل جاءت بين الفعل وأضيفت إلى مصدره، أي كلمة تيجي مع الفعل وتضاف لمصدر الفعل تبقى نائب عن المفعول المطلق. يعني لو شلت كلمة كل ديت وحطيت أشد، شيل كلمة كل كده وحط أشد، أحببت أبي أشد الحب، أشد نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتح. طب شيل كلمة كل كده وحط هذا، أحببت أبي هذا الحب، هذا دي اسم إشارة مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. إيه ده؟ يعني الموضوع كده أستاذ مضطرد معروف كده؟ آه، الكلمة إذا جاءت بين الفعل ومصدره أضيفت إليه، أو زي هذا جي بعدها البدل عادي وخلته بدل، يبقى نائب عن المفعول المطلق. أحببت كل الخلفاء، لا دي مفعول به منصوب بالفتحة، دي عادي جدا. كل هنا هتعرب حسب موقف الجملة، مش توكيد معنوي كمان لأنه فاش ضمير. أحببت الخلفاء كلهم، توكيد معنوي منصوب علامة نصبه يا شباب الفتحة. دال عدل عمر ابن عبد العزيز، عدل عفوا،
عدل عمر ابن عبد العزيز امدحها في جملة من عندك، ها نعمة العدل عدل عمر ابن عبد العزيز، أو حبذا عدل عمر ابن عبد العزيز. في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة تتجاوز في جوازة باب الجيم فصل الواو ثم الزاي؟ الفقرة 84 بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.